هاي أنا هون عند المكمل المثالي عشان إن شاء الله احتمال بكرة رمضان أو بعده، ففي كم مكمل أنا ناقصهم يعني، فإجيت بدي أشوف إذا موجودين هون ونشتريهم إن شاء الله اليوم. فتعوا معي فرجيكم المحل وفرجيكم المكملات اللي أنا حجيبها وحستعملها برمضان. المكمل هذا كاربولين كثير بحبه برمضان، بس عندي منه بالبيت ما حشتري منه اليوم، لكن بيعطيني مصدر كربوهيدرات كثير بيساعدني هذا وقت رمضان عشان انا بحب اكل كثير وبرمضان ما في اكل، ف بيساعدني انه كمل احتياجي من كربوهيدرات. لا بدي كرياتين. ايوه ما في الا رزقناك واحد؟ لا ما في الا هذا البراند يعني. اوكي. شو اللي مختلف عن هذا من كرياتين ستاني؟ هذا فيه 6 عناصر كمان، المون هادرة زيادة 5 مركز. طبعا النكهة برضو زيادة. المون هادرة هو نكهة واحدة صح؟ اي. على فكرة اصلا شركة إليت انتو حصري عندكم انتو بالIdeal Nutrition صح؟ اي. يعني انتو من انتو الوحيدين اللي بالمملكة اللي عندكم مكملات إليت؟ لا مفروض. اوكي. فأنا ناقصني كرياتين، باخذ كرياتين معي. أنا من النوع اللي لما بيجي رمضان بضعف بكل سهولة، يعني برمضان دائما وزني كتير بينزل، فبحاول إني بحط بالدايت تبعي مكملات اللي هي تبع الضخامة مثل ترو ماس، مثل برو جينر، مثل ماس جينر، هالأشياء ماس تك مثلا يعني، عشان فيهم كربوهيدرات عالية وفيهم بروتين عالي، يعني كالوريز تبعهم كتير عالي، فبساعدني انه احاول احافظ على وزني قد ما بقدر بالفترة الرمضانية. انا صراحة بحب الطعم تبع بي اس ان ترو ماس، فاخذ هذا. هلا اكيد نحن كلنا برمضان بنحب الحلا، بنحب كثير ناكل حلو، فحاول ناكل حلو شوي فيه بروتين، شوي بيكون نظيف ما فيه سكر كثير، فنستبدل الحلا ببروتين بارز. على فكره هدول الكوكيز من ايديال نيوتريشن رهيبين صراحه، اطيب كوكيز زيتون انا من كل المنتجات الكوكيز البروتين كوكيز هذول اطيب شيء. وين في نكهة أنا كتير بنانا تشانكي مونكي كتير طيب والله. كمان هدول بير بيلز رهيب. عندي حالة لرمضان. Thank you.
محفظة بالسيارة. على فكرة انتوا لو بتجوا بتفرجوا حسابي انا عند هون عند اديو نيوتريشن يعطيكم خصم 15%. استغلوا الارض. رمضان كريم.